أهلا بكم، ما نخلف معاكم موعد، موعدنا كل أسبوع يوم الأربعاء الساعة 11 في استديو 500. في استديو 500 نرجع لكم أعزائنا مع ضيفنا الشاعر عبد الرحمن رفيع. طبعا خلال استراحتنا كنت قاعد معانا في استراحة استديو 500 وشفت الاتصالات جاتنا وايد، ومعظم الاتصالات يطلبون قصائد جديدة، ويطلبون بالتحديد قصائد معينة بالأسماء، من ضمنها قصيدة أبو إبراهيم. ما يطلبه المشاهدون يعني؟ ايوه. زين والله زين. زين ناس حافظين الفهرست القديم ذي كله، بس بعضهم يبون القصائد العتيجة. في ناس يبون قصائد عتيجة وفي ناس يطلبون قصائد جديدة. هاي مثل ما قال الجواهري: وقائلة أما لك من جديد، فقلت لها القديم هو الجديد. الحين شنو سؤالات أبو إبراهيم؟ أبو إبراهيم، أبو إبراهيم هذه صديق، يعني قصة واقعية تقريبا، بس أنا بنيت عليه خيال كثير. قصة صديق من الكويت حبيب علينا يعني، وحين إن شاء الله يكون يستمع إلينا لما نقول قصيدة. يسمونه أبو إبراهيم، يسمونه أبو إبراهيم. تسألون من أبو إبراهيم؟ أبو إبراهيم اسم وكيان، على لسان الربع يطلع من الوجدان، يغنونه مثل غنوة انبعت من غبة الألحان. إذا بين من بعيد تلقطه العيون، يقولون يه أبو إبراهيم. وإذا يلسوا ودار فن الحكي عجبك، وتسمع من أبو إبراهيم كلام ما انقال، خبر سالفة شعر موال يريح البال.
أبو إبراهيم شخصية، بطل شعبي من الأبطال، مثل ما الناس يعرفونه يعرف الناس، يميز بين تنك والماص، مع العادي وهو عادي، وهو راس لين يلس مع راس. سألته مرة عن عمره وعطيته في الكبر 50 وزدت 4، وقام يضحك وقال صاحبك على 60 يتربع. على 60 يا أبو إبراهيم أكيد غلطان تقولها وانت ما شاء الله مثل الحصان. أبو إبراهيم شخصية، حكيم مثل جد الحكيم لقمان. سألته مرة عن رأي الصريح في العرس والنسوان، يا أبو إبراهيم أبي رأيك مثل غيري ترى حيران. صفن مده أبو إبراهيم وراح بعيد وغاب عني بلا استئذان، وناديته يا أبو إبراهيم معايا ورحت إلى اليابان. وعود يكتم الضحكة في صدر العامر المليان، وقال جنس الحريم وايد وفرق ما بين زواج أول وبين الآن. في أيامنا الزواج كان حظ، زواج عميان يشوفون لك ويخطبون لك ويدزونك يا ليل يا دان. في شخص كان حظه كلش زين وحصل له قمر فتان، وشخص في الفرشة شاف بدرة فتاة شقرة، ويوم صبح وقام فتح لقى شادي من السبلان، يظن نفسه سكر في الليل شرب مخزي وهو صاحي مهو بسكران. وراح يلعن في كحل العين ودهن العود والألوان صبغ وعطور، تخلي العنز تصير أحله من الغزلان. هذه قصيدة أبو إبراهيم. ولو الويه بس كريه، لا لحمة خلصت. ولو الويه بس كريه وشيد صبر وجره على الرحمن، ولكن يوم سمع صوته تمنى يكون من الصمخان. تقول له يا الحبيب بصراخ عيل لو تشتمه شلون كان، يعيش في بلوة دائمة مثل ما عاش شعب لبنان، يعيش في بلوة دائمة كأنه يعيش لمع ثعبان. يا أبو إبراهيم على هونك غلط وايد على النسوان، تصور بيت بدون زينب بدون مريم بدون أشجان، خرابة ينقلب هالبيت لبوم الشوم والغربان، بدونهم كل شيء تصير ولكن ما تصير إنسان. هاي قصيدة، جزء من قصيدة أبو إبراهيم. نعم أبو فهد، قبل ما نوقف مع الأخبار كنا نتكلم عن أشكال الشعر، وبالتحديد تكلمنا عن النثر. أيضا عرفنا أنك تكتب الخماسيات والثلاثيات وتكتب أيضا القصيدة الكاملة، وفي لقائنا بالاستديو 300 ذكرت أنك كتبت، بديت في كتابة قصيدة، كتبت بيت واحد وقفت عند هالحد، قلت خلاص هو بيت واحد وكافي. هذه مو بيت، هذه نص بيت، يعني نصف. صدر يسمونه العرب، يسمون صدر. البيت من الشعر يسمونه صدر وعجز. هاي كتبت صدر. هاي شنو يعني؟ الشعراء العاده مثلا اول ما يبدؤون يعني في فوره عنفوانهم وقوتهم يكتبون قصيده، هذه من يوم استوت القصيده الى يومك. بس في فترات يعني الشعر يتجرى اكثر على اللغه، لما يصير عنده خبره طويله في اللغه يقوم بدل ما يعني يقوم يكثف القصيدة، يكتبها في حيز أضيق، يتجرأ مثل ما قلت. مثلا بدل ما يكتب قصيدة يتبحبح ويسيح ويروح طويلة صفحتين ثلاث أربع خمس، يقوم يكتب القصيدة المركزة جدا، يضغط الأفكار في كذا بيت بالضبط. نعم. مثلا أعطيك مثل، مثلا أنا يعني بديت أكتب مثلا خماسيات، بديتها خمسة أبيات مثلا. يقولون إن النفط يوما سينتهي وذلك يوم في الزمان قريب، فقلت بني البحرين هبوا من الكرى لأني رأيت النوم ليس يطيب، أمامكم عشر سمان فشمروا فمن بعدها رأس الوليد يشيب، وإلا أكلتم حصرما وشربتم سرابا لأن الماء سوف يغيب، ومن لم يوفر من رخاء لعسرة فليس له إلا الشقاء
نصيبه. هذه أنا كثبت التجربة، طرحت القضية، شرحتها في بيتين، جبت القضية الزبدة مثل ما يقولون في الأخير. بعدين هذه تجرأت أكثر على اللغة، بدل ما ذي صرت أكتب ثلاثيات مثلا، ويسألني مثلا هاي اللي النموذج اللي قلناه دائما، ويسألني من نمل، قلت خلائق تفوق بني الإنسان في خلق الكد. هل تونا قلناها من قبل شوي؟ إيه، فما هاي قلناها. مثلا أعطي ثلاثية ثانية، ويسألني ما الموت، قلت تفسخ وعود إلى أصل العناصر من قبلي، وصمت رهيب ليس يعرف كنهه برغم انتصار العلم في عالم الجهل، فعش ما تعش واجمع أفانين لذة، فلا بد يوما أن تعود إلى الأصل. مثلا هاي ثلاثية. ويسألني ملعود، خلينا نتأكد عن الموت، الموت. ويسألني ملعود هل هو آلة، فقلت أجل، لكنما عطره اللحن إذا لعبت فيه الأنامل، قلت من أإنس على أوتاره تلك أم جن، وما العود إلا من صميم خليجنا، وما الصوت إلا ذلك الخالد الفن. هذه يعني جرأتي وصلت إلى الثلاثة أبيات. مرة على طاري العود، قبل لا تكمل كلامك، ما أقطع كلامك إلا بالخير، على طاري العود عندنا أغنية في استديو 500 أخرجها مخرجنا محمد المطيري، وفي برنامجنا يمكن أول مرة المشاهدين يشوفونها تذاع على الهوى، هي للفنان محمد المصباح. أغنية مطورة من التراث الكويتي اسمها بالعون، وألحان غنام الديقان. احنا في استديو 500 نقدمها لمشاهدينا وايضا لضيفنا كهديه لك، وترحيب ايضا بوجودك معنا في استديو 500، نشوفها معك. شكرا، شكرا على الهديه. ماني عود
حشا ينزاح يا ليت هم بالحشا ينزاح ويرجع عشير بعد ذكاء هدية لمشاهدينا من مخرجنا محمد المطيري ومن الفنان محمد المصباح. نتمنى لك كل توفيق في ألبومه الجديد وإن شاء الله تكون هديتنا عجبتك. جدا جدا ممتازة هاي أغنية اللي عاش المرضى كانت. نعم أيوة الحين من جديد يعني تراث مطور بالضبط. جميل وايد نعم. جميل بس ما شفنا العود يعني كلها هذه الآلات الجديدة آلات الجديدة نعم بغينا نشوف العود يعني لأن تراث مطور يعني مطور الأغنية مطورة بشكل يعني حديث نسوى العود طيب أيضا بمناسبة الأغنية نتكلم عن قصائدك اللي غنوها المطربين. ما تكتب شعر غنائي؟ والله يعني أنا صور لي نادر إن قعدت وكتبت قلت هاي بكتب أغنية يعني أغلب اللي غنوا يأخذونها من قصائدي يعني قصيدة مثل خضر نشلج نعم. يعني كل مثل موطن الخالدين بالفصحى مثل هذه من هنا من الخليج هاي اللي غنوا آخر شيء أوبريت من ستة مغنين هذه كلها من شعري يعني. طيب نسمع خضر نشلج منك. خضر نشلج على عودك تزينينه ولا يزينك أحب الورد هالدايم ربيع أحمر على خدودك وأحب السحر هالفتان ينبع نور من عيونك قمر سهران وكل الليل من حولنا فرح والوان سمه ونيوم ونار الشوق تحرقني وهو مكظوم ولو في داي صورتك على قلبي ويا ليت الهوى مرة يطاوعني مثل ما بي صبرت أيام وطيفك زارني في الأحلام وداربي في وسط روضة من الحنة ومن الياسمين ويلسنا اثنيننا متجابلين وسولفنا وقلنا شقد حكي قلنا أقول لك يا بعد شبدي تقولين يا نظر عيني من محرق أعرفك زين وسيف العين بحريني هاي مقطع منها. طيب رأيك في قصائدك اللي غناها المطربين هل مثلا في أغنية ما عجبتك بعد ما تغنت؟ والله ما أعتقد كل الأغاني اللي يعني غنوها عجبتني ما أدري يعني بس يمكن هذه يعني سؤال يوجهونه للجمهور يعني بس أنا بالنسبة لي عجبتني بس الجمهور هو اللي يحكم. لا أنا أقصد يعني ممكن يكون المطرب أو الملحن ما عطوا نفس القيمة لكلماتك اللي أنت تبيها. والله يعني هما متى يعني ما يعجبوني لما يشيلون مثلا جزء كبير من الذي أو مثلا أو يلغون شطرة أنا عجبتني هي ما يقولك ما تلحن ففي هالحالة أنا أزعل شوي أقول ليش يعني يعني الكلام كله ممكن يلحن يقول يعني المطرب يقول لا هاي ما يلحن ذي هو يبي السهل يعني يأخذ الأشياء السهلة ففي هالحالة أنا ذي ممكن صارت لي مرة كذي بس ما نبي نقول الاسم يعني على أساس إنه ما نعم. يعني قالوا لي إن هذه الفقرة ذي ما تصلح للغناء أو كلمة ذي ما تصلح للغناء مثلاً. طيب من الشعر الغنائي نتجه إلى أسئلة أخرى موجهة لك من شاعر وأيضا صحفي بمجلة مرآة الأمة الشاعر والصحفي أحمد النبهان. حيا الله.
بداية أستاذي الفاضل عبد الرحمن، مطلوب مني أن أحييك. حياك الله. ولكن أقول لك أنت من يحيينا لأنك صاحب الدار. الله يسلمك، شكرا. أستاذي الفاضل، في إحدى قصائدك التي مطلعها جاء الشاعر ظهرا والناقد عصرا، اتخذت موقفا من الشعر الحديث وشبهته بالصنم على ما أتذكر. فقط أتساءل، من هو الصنم الحقيقي؟ هل هو الشاعر الذي يحمل نظرية ليس بالإمكان أبدع مما كان، أم الشاعر المنطلق لفضاءات أرحب وأوسع؟ هذا سؤالي الأول. أما سؤالي الثاني، في ديوانك أولها كلام جعلنا نتساءل، هل مطلوب منا أن نقف مع الأغلبية الخطابية في خارجنا أم مع القلة الجميلة التي تحمل رائحة الفن في داخلنا؟ ولك كل الحب والشكر. هاي السؤال الأولي بالنسبة لي الشعر الحديث. الشعر الحديث، أنا ما هاجمت الشعر الحديث، يعني الحداثة هي مو بالنثر، مو بالألغاز، يعني أنا هاجمت التعمية، يعني إنه الشاعر يكون مغلق، يعني القصيدة مقفلة ما لها أول ورا، يعني إذا 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 مثلا نزار قباني يقول أنا ما أفهم الشعر هاي اللي يكتبونه، فما شاعر عمره 50 سنة يكتب شعر، يقول أنا هاي القصيدة اللي يكتبونها المعاصرة ذي اللي كلها هذيان وكلها ذي، يقول أنا ما أفهمها، فما بالك بالإنسان العادي؟ يعني هذا لين يخاطبون من؟ يخاطبون الناس ولا يخاطبون نفسهم؟ هاي مثلا هذه على قد، يعني أنا ما هاجم المعاصرة، المعاصرة أن تكون معاصرا حتى لو تكتب بالشكل القديم، يعني بالشكل التقليدي، بس تكون معاصر، معاصر في المضمون. أما أن تقول لي أنا أركب موجة المعاصر وأكتب ألغاز وذي ولا أحد يفهمها، ويقلدون بعضهم بعض، يعني تشوف قصيدة كل الشعراء يشتركون فيها في نفس الطريقة ونفس ذي، يعني هذه أنا اللي هاجم هاي الناحية. والسؤال الثاني ما فهمته بالضبط، يعني ايش يقصد بال انه عن قصيده النثر؟ انا على اساس اني ارد عليك بقول لك القصيده ذي، القصيده اللي هي قصيره، اقول فيها انما الشاعر في البدء الذي ابدع الشعر، كان صبحا واتى الناقد عصرا، قال ما هذا وماذا يعتريني حين أقرأ؟ أأسمي الأمر سحرا ونظام القول درا؟ إنها روحي التي تخضر والنشوة كبرى، وضفاف القلب تخضل أزاهيرا وعطرا. ثم قرن بعد قرن في حساب الشعر مرة، قام يوما ولد يكتب نثرا، خط سطرا ثم السطر، قيل ما هذا؟ فسمى النثر شعرا. دهش الناس ولكن بعضهم هلل بشرا، وتوالى الزحف يترى، هذيان هو بالمجنون أحرى، هذيان ما له معنى ولكن بعض أهل النقد أدرى. صنم هم نفخوه بخروه فاشمخرا، وله خر فخرا. هذه اللي أقصد، وأقصد هاي بها الصنم، هذا الشعر اللي غير مفهوم، والشعر اللي قال عنه أكبر شاعر معاصر بيننا عايش اللي هو نزار قباني إنه هو ما يفهمه، فما بالك بالقارئ العادي أو المتوسط أو. بالنسبة للسؤال الثاني، أنا مثلك ترى يعني ما فهمت شو اللي أقصده بالضبط، لكن تقريبا نفس ما يتكلم عنه في السؤال الأول. فيعني الإجابة إن شاء الله أنا أجبت على سؤالين. إن شاء الله يعني. إن شاء الله ما نكون السؤال الثاني لا مفهوم آخر يعني. عموما أيضا لدينا سؤالين من خارج الاستديو على الهواء مباشرة ومن الجمهور. أيوه تفضل. أول شيء مساء الخير عبد الرحمن. حياك الله. كيف الحال؟ أول شيء سؤالي، ما هي تقييمك للحركة الشعرية في البحرين؟ بس ثاني شيء، أنت جبت شعر عن الشعري زين، بس أنا أبغى أعرف بالضبط ليش جبت الشعري بالذات في الشعر ده؟ طيب خلاص، هاي أسئلة؟ خلاص. السؤال الأول يعني ما هو تقييمك للحركة الشعرية في البحرين؟ هاي سؤال ضخم جدا، يعني أول شيء أنا مو بناقد، يعني أنا إنسان أكتب على باب الشعر، يعني على باب الله في الشعر.
هذه 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 أول شيء. والحركة تقييم يعني للحركة إذا جاز لي أن أقيم الحركة، وما أعتقد أنا ما يعني بأسبح لنفسي أن أكون فضولي وأقيم الحركة. الحركة مثل ما هي موجودة في البحرين موجودة، هي انعكاس للحركة الموجودة في العالم العربي. حركة أن في البحرين يكتبون الشعراء يكتبون بكل الأشكال، من القصيدة التقليدية المغرقة مثلا في التقليد، إلى القصيدة الإلكترونية النثرية السلفادورية السوريالية، يعني جميع أنواع. وبين هذا وهذا في كذا لون وكذا ظل، في ناس يكتبون بالشكل التقليدي المعاصر، وفي ناس يكتبون بالشكل التفعيلي المعاصر، وفي ناس يكتبون بالتفعيلة بس بشكل قديم، يعني نفس المضمون القديم ذي. فهو يعني تقييمي إذا جاز أن يكون هذا تقييم، هذا هو يعني أنه جميع ألوان الكتابة في البحرين موجودة، كما هي في الكويت، كما هي في العالم العربي ككل. يعني والشعري، والشعري الثاني لنا أنا هو الشعري، هذه هو اللي يدور عليه موضوع قصيدة الله يجازيك يا زمان. وهذه القصيدة مو بكلها شعري، فيها صافي وفيها شنعد. مثلا المقطع اللي أقول سوق السمك متروس ريايل وحريم، والله كريم خيرات بحرنا ما لها عد، كل واحد بذلك شهد، وهناك عيوز شايله جفير باين عليها مرت فقير، يا الخالة ليش ما تشترين كل السمك زين وسمين؟ قالت يا ولدي شاشتري، الله يعين المسلمين، الصافي يغله ما عليه، الشنعد يغله ما عليه، الشعري الربع بثمان. هاي فيها أكثر من ذي. وفيها هذه القصيدة بعد فيها أبيات غزل، وفيها أبيات بعد اجتماعية، فيها نقد اجتماعي، وفيها كذا كذا لون. يعني بمناسبة السمك، شنو أكلتك المفضلة؟ والله أنا أحب ذي المكبوس على الهامور، لكن البيت ما يحبونه، أولادي ما يحبونه، زوجتي ما تحبه، لأن يمتني يقولون. أنا أفضل الكبسة على الهامور يعني بالذات. نعم. إيه. والصافي مع الشيلاني يعني. طيب نرجع مرة ثانية لأسئلتنا ونتكلم عن علاقتك بزملائك الشعراء. قبل شوي قلت لنا علاقتك بالشاعر غازي القصيبي وأيضا الشاعر عيسى بن راشد. أيضا بالنسبة للشاعر غازي القصيبي أيضا لك قصة معه. بلى، أي قصة، أي في كذا يعني. أنا الدكتور غازي حبيبي وصديقي يعني من يوم إحنا صغار إلى أن كبرنا يعني. ففي كذا حكاية يعني، مثلاً في قصيدة معينة. إذا معينة عندك سؤال حول قصيدة معينة، حاضر. في غازي واللحية. اللحية، ها. غازي لحية. إيه. هاي مرة لما كان الدكتور غازي سفير يعني يسمح لي أن يعني أروي هذه الحكاية الطريفة. لا هو سفير في البحرين، كان لما كان سفير في البحرين، هو ما زال سفير يعني في لندن بس مو في البحرين. هو ظل سفير في البحرين 7 سنوات. فيانا البحرين، فمرة زرناه في السفارة، هو يقعد هناك يوم الاثنين، يوم الثلاثة يقعد كان في البحرين يعني يفتح مجلسه. فرحنا ولا الدكتور غازي مسوي له لحية، عاد هو يدري ان احنا بنستغرب، فنبرز له ورقة. اول ما دخلنا اعطانا الورقة يدافع، ليش حط له لحية صغيرة كذي سواها كذي بداية لحية يعني. وقمنا احنا وشفنا الورقة واللي كاتب فيها، وهو يبين في ذاك اليوم صار عمره 50 سنة بالضبط. يعني هاي القصيدة قبل 5 سنوات كاتبها. يقول فيها: لا بد للشاعر من لحية تنبئ في الخمسين عن عمره، تعلن للناس ذهاب الهوى وحلوه ومره أكثر، تعلن للناس ذهاب الهوى وحلوه أكثر من مره. عذر الهوى كان جنون الصبا، فأطبق الشيب على عذره. الشيب، يا للشيب، ما باله في شعره دب وفي شعره. هاي 4 أبيات. فاحنا قلنا خلاص، بعد ما دام هو راضي وهو كاتب الأبيات يعني، ما ان عقب 50 يسوي لحية، فاحنا اتفقنا. ثاني يوم سمعنا انه صاحبنا حلق اللحية، شال اللحية، ففوجئنا يعني شلون بين يوم ولحاء يعني ما أخذت 24 ساعة. فكتبنا فيها هالأبيات الدعابية
يعني وبعثنا له، وقاموا شعراء كثيرين من البحرين بعد وكتبوا قصائد في لحية غازي. أنا قلت فهذه شنو أول قصيدة خلنا إيه هذا المهم أول خيط أتذكره نسيته. لا لا ما نسيت ما نساها ما نساها إن شاء الله أتذكرها الحين. ما رأينا قبل هذا بدايته، ما رأينا قبل هذا لحية عاشت قليلا مثلما لحية غازي لم تدم عمرا طويلا، ولدت ذات صباح واختفت عنا أصيلا، لحية ويح الليالي لم ترى العيش الجميلة، ما سعى مشط أنيق في ثناياها مجيلا، لا ولا شمت بخورا وارتوت عطرا أصيلا، لو على اللحية يبكى لبكيناها عويلا، قتلت من غير ذنب رحم الله القتيلة. وشبوا عاد الشعراء الباقين شبوا شعر على الى درجه ان خلوا غازي يقول ان شعراء البحرين افلسوا، او هذا اللي ردوا عليه يعني انه افلسوا ما عنده موضوع غير لحية غازي. شعر الدعابه له مكان في قصائدك مكان كبير، ايضا نذكر من هذه الدعابات الاحصاء والعجوز، اذا ممكن نسمع منها شيء. هذه انا اشتغلت في يعني لما كنت مدرس، يعني قبل يمكن اكثر من 20 25 سنه او 30 سنه، اشتغلت في اذا ما خانتني الذاكره اشتغلت اعد الناس النفوس في الليل، ندور على البيوت ونسوي احصاء، اول احصاء حق البحرين، تعداد السكان او احصاء السكان او تعداد السكان. فهذه القصه الطريفه حصلت لي واقعيه، يعني انا زيت فيها شويه، حطيت عليها بهارات، اقول فيها قالت وقد شعرت بقرع ثابت، من يقرع الأبواب في الإظلام؟ فأجبت مندوب الحكومة قد أتى ليعد من في البيت من أعلامي، قالت أمبعوث الحكومة؟ قلت لي أهلا به وبوجهه البسام، ورأيتها شمطاء غير وجهها ذاك المغضن مخلب الأعوام، عاث الزمان به فصار أديمه واعر المسالك بعدي الأورام، تهتز كالسكران وهي مكانها فكأنها خلقت بلا أقدام. وسألت ما اسمك؟ ثم مرت لحظة كانت مثار الشك والأوهام، اسمي سبيكة والحديث حديثها ومحمد الهادي الرسول إمامي، والعمر قالت لا ذاك لا أدري به فولادتي في غابر الأيام، لكن أحفادي كبار كلهم وأخيرهم متزوج من عامي. ومضيت أسألها وأسمع ردها حتى ملأت صحيفة قدامي، وطويت ما عندي وقلت مودعا يا جدتي شكرا وألف سلامي، لكنها أومت وقال بنانها قف يا بني لكي أتم كلامي، أمي هنا هل لا تريد سؤالها؟ فالله أوصى الناس بالأرحام. أيضا من المواقف والقصص اللي كتبت عنها عسل أبها، عنوان لقصيدة. هاي عسل أبها، هاي عسل أبها، يعني أنا أصور لي أحسن عسل في العالم، يعني لأنها من جبال نقية ما زالت يعني لم تشبها شائبة الحضارة والتلوث. هذه الله يسلمك، احنا كنا في زيارة إلى أبها، دعانا الأمير خالد الفيصل هناك، دعا مجموعة يعني في طيارة، رحنا طيارة خاصة، مجموعة من الأدباء والوزراء والوجهاء من البحرين، يعني من المهتمين والصحفيين والكتاب، فرحنا هناك. أول يوم تغدينا، حطوا قدامنا مع الأكل كل واحد صحنين عسل، واحد أحمر مع شمعة وواحد أبيض. فأقول حق الدكتور غازي معنا، أقول له هاي إيش كثر بيعطونا عسل إذا أنا حاطين يمي الحين هاي الصحنين يكفوني سنة، فش كثر بيعطونا عسل هني؟ قال غازي قبل يوم من ما سافر، قال ترى روحوا اشتروا من السوق عسل. كنت انا بعد وكتبت ذاك اليوم، صادني ارق في البيت في النوم، وكتبت البيتين براويهم غازي اخر يوم، احس انه بس يعني براويهم غازي، قام غازي ومطهم من يدي واعطاهم الامير. ايش كاتب انا في البيتين؟ هو دائما الامير يكتب يوقع قصائده بدايم السيف، اساس خالد الفيصل دايم السيف.
فقلت له يا دايم السيف ويا شاعرا عن روعة في شعره لا تسل، أكرمتنا فوق حدود المنى لكننا نسأل أين العسل. عادوا احنا نودع، قال أبشر بالعسل، وبعدين بعثوا لي تنكتين عسل أحمر وأبيض، تم عندي سنتين يعني، حتى النمل اللي عندي شبعوا من العسل في البيت. طيب ما دمنا ذكرنا أبها، فمنطقة عسير تتمتع بطبيعة جميلة، ويمكن الشاعر هو أكثر من يتذوق جمال الطبيعة. الشاعر مو بس يكتب في المواقف الاجتماعية والسياسية وكل ما يمر فيه من مواقف، لكن أيضا يكتب في ملهمة، يكتب في الطبيعة. شنو أوحت لك الطبيعة هناك؟ والله العظيم أن كتبت قصيدة أنا هناك في اليوم في أبها، ولكنني أحس أن من قديما هنا في قصيدة قديمة بس نسيتها، راحت عن بالي. بس الطبيعة مثل ما قلتي، الطبيعة في أبها لا يعلى عليها، هواء نقي وجبال خضراء، وحتى الناس هناك يعني قليلين، ما في كثافة سكانية، مع أن بلد من أجمل البلدين، يعني بين هناك الأمطار يعني دائمة، والبلد يعني هذه كانت هي منطقة أوروبا سياحية تعتبر، وهي جميلة جدا. نعم. جميلة المنطقة. نعم. طيب أيضا عندنا سؤال من خارج الاستديو من الشاعر الغنائي الكويتي عبد الله العجيل، نشوفه معك. جزاك الله بالخير شاعرنا عبد الرحمن رفيع، واحنا سعداء ان نلتقي وياك في هذا البرنامج، ودي اسالك بعض الاسئله بخصوص الشعر. متى بديت تقرض الشعر العامي؟ انا اللي عارفه عنك انك تقرض الشعر الفصيح، وما مدى المساهمه في شعرك العامي بالنسبه للاقنيه في البحرين عامه وفي الخليج خاصه؟ شكرا. حياك الله. والله صور لي احنا السؤالين اجبنا عليهم. نعم. البدايه مجري يعني بدايه الشعر العامي كانت في سنه 70 تقريبا، يعني انا كتبت في سنه 1970، يعني بديت البدايه الجاده اللي يعني المستمره من سنه 70، بس هذا يعني لا يعني ان انا ما كتبت قبل قصيده او قصيدتين تذكرين وعمي خذ مره. هاي السؤال الذي، والسؤال الثاني نعم اجبنا عليه، صور لي ايضا اجبنا عليه. ايه اجبنا صحيح. عليه. طيب أيضا عندنا مسجلات شعرية أو مداعبات ما بينك وما بين شعراء آخرين، يمكن تكلمنا عنها في استديو 300، وأيضا اليوم في ناس طالبين المداعبات الشعرية اللي حدثت بينك وبين الشاعر أدونيس. أدونيس هاي الدعابة. أي دعابة أدونيس. بعد قلت هذي نقولها بعد، ما عليه نقولها. ما هذه، هذه أنا مرة زارنا الشاعر أدونيس في البحرين، وأحيا موسيقى شعرية عجيبة هناك جميلة جدا، حضرها جمهور يعني كبير، وعزمتها أنا عندي في البيت، وهو يعرف يعني مدى العلاقة بيني ومع الدكتور غازي، فعزمتها في البيت، وهو أهدى هذه عندي أنا سبحة مصباح معطيني إياه في تونس كهرم ورشان، قمت أنا أعطيته هدية، فقال لي، هو يقول لي تعال خلنا نكتب ذي قصيدة مشتركة. قلت له ابدأ انت يعني اكتب، هو بيتين ثلاثة انا بيتين ثلاثة، بس انا هو كتب ثلاثة بيات وانا رديت عليه، وعقب سافرنا وبس، وما استمرينا، كتبنا بس ستة ابيات، هو ثلاثة وانا ثلاثة. اسمعكم الابيات اللي قالها هو وانا ردي عليه. هو يقول: يا رفيقي يا ايها الوله المشبوب شعرا، ويا صديقا لغازي، أأجاريك في الهدية لكن كيف، لا شيء في يدي يوازي، أنت غزو لكل شيء جميل، وفؤادي حب لغزوك غازي. فردت عليه قلت له: إن أبياتك الثلاثة أغلى من كنوز الخليج بعد الحجاز، قد أتتني وضاحة تتهادى في سماء البيان والإعجاز، فتمنيت لو تعود لهذا وتريح الأولى من الألغاز. أيضا قبل شوي تكلمنا عن الطبيعة في أبها وعسير، و عندنا أغنية يمكن تناسب الموضوع شوية، أغنية لسعاد حسني، نشوف الأغنية ونبي منك تعليق عليها. حاضرين.
سعد حسني تقول أفل على كل المواضيع، وإحنا يمكن وصلنا إلى آخر الأسئلة اللي عندنا. عندنا يمكن سؤال واحد بس، إذا لك تعليق على الأغنية. والله أنا الصوالي هي ما تقول الدنيا رفيع، تقول الدنيا رفيع صوالي كأنها تقول الدنيا رفيع. مناسبة سعد حسني، لك يمكن رأيين متناقضين في المرأة، مرة تقول عنها عقرب، مرة تقول عنها كهرباء، مرة تقول عنها الكلام حلو وتمدحها وتوصفها بأجمل الأوصاف، شنو هالتناقض؟ والله هذه هي هو قانون الحياة، يعني ساعات الإنسان مستانس يقول أشياء زينة، وساعات مستاء يقول دي. لا أنا هو هم الناس ماخذين فكرة يعني من قصيدة الزواج بالذات ليش اللي أقول فيها كذا رأي، مثلا أنا أقول إيش كثر قبل الزواج، يعني كل واحد يتزوج يروح يسأل فلان فلان إيش رأيك في الزواج، يعني أنا هاي مفترق كبير في حياته فلازم يروح يسأل. فسألت أنا فقالوا لي كذا رأي، في واحد قال لي لا الزواج زواج زين وزواج، وفي واحد قال لي لا الزواج إذا أنت وضعك مادي زين وذي تزوج، إذا وضعك للحين فاصبر لما تعدل أوضاعك. في واحد قال لي تحمل تزوج، هم هدوا كل الآراء الطيبة ومسكوا في ذيك الرأي إن روح تزوج بس على نفسك تشهد، قول على الدنيا السلام، حد يطيح في حفرة وعيونه تمام، حد يجيس الكهرباء، حد يربي عقربه، خذوا هذه الفكرة. فأنا تكفيرا لهذه الفكرة السيئة اللي أخذوها عني كتبت قصيدة جديدة اسمها البنات، أدافع عن هذه أنا أدافع عن عن عن, عن ما يعني شيء أخذوه الناس خطأ، ومع ذلك أدافع أنا، يعني معني أنا ما ارتكبت أي ذنب. أقول فيها سمعكم مقطع أو مقطعين منها إذا أتذكر، أقول فيها غمض عيونك تصور بلدة ما فيها بنات، الشواطي خاليات والشوارع خاليات والميالس خاليات، غمض عيونك وتصور مثل شنهو هالحياة، وش كثر ثم اش كثر ثم اش كثر لولا البنات، اش كثر كانت كريهة هالحياة، البنات ما في مثلهم، البنات هم البداية، لولا حواء ما صح آدم وتملك في سبات، ما خفق قلبه ولا تحرك شعوره وتمت عيونه في جفونه مغمضات، من ضحكهم من كلامهم يضحك اللولو يتناثر بالمئات، ومن سحرهم تنسحر دنيا بكبرها، تهبط نيوم السماء تمطر ورود معطرات، وهم أساس الساس وتاج الراس وكل الناس، وهم جنة الماضي والحاضر واللي آت، وش كثر ثم اش كثر ثم اش كثر لولا البنات، اش كثر كانت كريهة هالحياة، البنات ما في مثلهم، البنات. مثلا المقطع الأخير يعني إذا أتذكره، قولوا آمين لأن دعيت، الله يخلي لنا البنات، الله يحفظهم يكثرهم يزيدهم في الحالات، وقولوا هات لما كتب فيهم قصايد، قولوا هات ولين سكت انتوا تحجوا، واسألوا ليش السكات، الكلام فيهم وهو المطلوب وهو المرغوب وهو المحبوب، وغيره خربشات، وش كثر ثم اش كثر ثم اش كثر لولا البنات، اش كثر كانت كريهة هالحياة، البنات ما في مثلهم، البنات. هاي القصيدة أنا يعني سوء حظي لأنها جديدة ما جبتها معاي، فما أحفظ منها إلا هالمقطعين، سامحوني يعني لأن ما قلت لك. آخر قصيدة كتبتها؟ هاي آخر قصيدة عامية. نعم. طيب اتصل فينا أيضا الدكتور عبد اللطيف السهلي مدير مستشفى ابن سينا. أيوة. ويطلب قصيدة بالتحديد، هي عن الإفلاس، يبي يسمعها. أي الإفلاس؟ في عندي قصيدة عن الإفلاس يعني ما يقول ودعت اختياري. ايه غير ان هذه يعني هي ثلاثة ابيات، هي القيتها بعد في بيت الكويت اتذكر، هاي قبل اللي كتبتها لما كنت طالب في القاهرة، ساعات ما عندي يعني ذي امشي ابي اركب اوتوبيس ما عندي ذي، فهذه كتبت الابيات ذي وودعت، يعني توني طالع من امتحان اقول فيها وودعت اختباري، غير اني اقاسي من لظى فلس اختبارا، وفتش في جيوبي عن قروش وفي الادراج ليلي والنهار، وضعت يدي على جيبي فمست أصابعها به شيئا مدارا، ولكن عندما أدخلت كفي تبين أنها لمست زرارا، يعني هذه
ان شاء الله بس طالع من الامتحان وسوي زين. ايه هذه لا مسوي يعني زين يعني بس اطلع ولا عندي اركب الاوتوبيس رحت ماشي الى البيت يعني. فكتبت الابيات وانا في الطريق. زين الحمد لله نحن في استوديو 500 يعني اذا سياره مو موجوده راح نوصلك وما راح تروح مشي. لا لا ما في مشي. ونشكرك على زيارتك لنا في استوديو 500 وعلى تواجدك معنا هني. وخلال تواجدك هني في الكويت طلبت بالتحديد ان يكون استضافتك في استوديو 500. شكرا لك ونتمنى ان شاء الله انك تزور الكويت في القريب العاجل ان شاء الله وايضا يكون لنا لقاءات متجدده. شكرا لك وشكرا للكويت واهل الكويت وكل المشاهدين والجماعه اللي تعبوا معنا المصورين والمخرجين. وان شاء الله نرجع قبل 3 سنوات بعد نعيد استوديو 1000 يصير عاد ان شاء الله. شكرا لك. شكرا اعزائي. شكرا لمتابعتكم استوديو 500. لقائنا الاسبوع المقبل الساعه 11 يوم الاربعاء. مع السلامه.